المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى الأخبار من فضائية الخرطوم. وفيها نتابع: وزير المالية الاتحادي ووالي الخرطوم يفتتحان مشروع آبار السلمة بكلفة تفوق 147 مليون جنيه. افتتاح مركز العزل بمستشفى أم درمان التعليمي بعد إعادة تأهيلها ضمن مشروع تقوية النظام الصحي لمجابهة كورونا. ختام الجائزة القرآنية الكبرى بمجمع معاوية البرير الإسلامي بالخرطوم في دورتها الثالثة. حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار من فضائية الخرطوم. افتتح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم ووالي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة محطة المياه الجوفية بمنطقة السلمة البقالة جنوب الخرطوم كخطوة أولى من 4 محطات ستدخل الخدمة تباعا تم تنفيذها بتمويل من الشركة السودانية للموارد المعدنية. وكشف والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن حجم النقص في إمدادات المياه، موضحا أن جملة احتياجات الولاية من المياه 3 ملايين متر مكعب في اليوم، المتوفر منها 1,200,000، وتبلغ الفجوة 1,800,000 متر مكعب يوميا، مما أدى إلى وجود عطش في بعض المناطق. بينما أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني دكتور جبريل إبراهيم أن أولويات وزارته هي توفير التمويل لمشاريع مياه الشرب وتحسين خدمات التعليم والصحة، والعمل مع ولاية الخرطوم لتنفيذ الدراسات والمشاريع التي عدتها الولاية لسد النقص في إمدادات المياه. نحن متفقين معكم أن الإجراء تم عبر أخواننا في المسؤولية المجتمعية في الشركة السودانية للموارد المعدنية، إجراء مؤقت عفر الآبار، إجراء معقد. أنا حقيقة جوني جماعة، جاتني لجنة من المنطقة وقالوا نحن في شهر رمضان الفات ما لقينا ولا قطرة موية، مواصيل ما نقط ولا قطرة. فكتبت للأخ مبارك: يا أخي الحكاية دي مش معقولة، نحن محتاجين نحل مشكلة الموية في الأحياء دي. وبدينا والحمد لله الآن إن شاء الله. أنا كنت أتمنى أنه في شهر رمضان الآن أبارنا الأربعة دي تكون شغالة، على الأقل تكون حلت المشكلة مؤقتا. الحل الأكبر أنه مياه النيل تصل الناس، ونحن مع الأخ الوالي والشركة السودانية للموارد المعدنية ومع جهات أخرى نعمل جهدنا، فأنا بيصلكم مياه النيل بإذن الله سبحانه وتعالى نوصل المويه. إلى ذلك عول والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على إعلان وزير المالية الاتحادي، والذي أكد من خلاله أن موازنة الدولة للعام الحالي ستركز بشكل أساسي على مشاريع المياه. نحن المواطن الموجود في العاصمة مفروض يشرب موية نقية كافية، وده الشعار بتاع هيئة المياه ولاية الخرطوم، الشعار بتاعها نحو إمداد مائي مستقر كما وكيفا. فنحن قاعدين نتناقش في الشعار ده طوالي، نقول لهم يا جماعة هل نحن قدرنا نحقق البرنامج ده إمداد مائي مستقر كما وكيفا لكل محل في ولاية الخرطوم؟ نحن عارفين يا جماعة ولاية الخرطوم بتتمدد يوميا، وعدد السكان بيزداد يومي، وده بيلغى علينا خدمات كبيرة. والمواطن من حقه يتنقل ويسكن في أي جزء من السودان، فهو سوداني وعزيز في أي مكان، والعاصمة تستضيف أي إنسان من ولايات السودان المختلفة لظروف اقتصادية، ظروف أمنية، ظروف سياسية. العاصمة تستقبل الناس، وده بشكل ضغط وتحدي أمام حكومة ولاية الخرطوم. نحن في حكومة الولاية مكلفين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا، وواجهنا كثير جدا من التحديات، لذلك رتبنا الأولويات في الخدمات. نحن يا جماعة ما شغالين أي حاجة غير خدمات، لأن نقدم للناس خدمات. نحن ما قاعدين نتكلم كثير في أي قضايا تانية ما عدا الخدمات، لأنه دي الحاجة الضرورية، الحاجة الأساسية للمواطن. وناشد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة وزير المالية
بالإسراع بإكمال إجراءات التمويل حتى يتم الشروع في تنفيذ هذه المحطات. موازنة 2023 يا داب نحن الناس في بدايتها، لكن الزمن بيسرقنا. لو ما يتنفذت باقي المشروعات في الثمانية أشهر القادمة بنرحل هذه المشروعات تاني للسنة الجديدة، بنكبة وعودنا للمواطنين بقت يعني ما أوفينا بالوعود. فلذلك نحن نتمنى إنه مشروعات المياه في ولاية الخرطوم زي ما وعد السيد الوزير، والآن لقينا شركاء خيرين وشركاء بمسؤولية مجتمعية نفذوا معانا هذه الآبار. نحن دايرين الناس تستمر معانا في ولاية الخرطوم، لأنه نحن عندنا تحديات كبيرة. القضايا الطرحة ممثل المنطقة، نحن نشكره طرح قضايا في الصحة، في التعليم، في البنى التحتية، دي كلها يا جماعة قضايا نحن عارفينها ومرتبينها، لكن كلها دائرة تمويل، وتمويل ما سهل، تمويل كبير. وانتوا عارفين ظروف البلد، الظروف اللي بنشتغل فيها نحن كلها. يعني هسه النظافة، هذه النظافة نحن يا جماعة الصحة الوقائية دي أهم علينا من الصحة العلاجية، لأنه لما نشتغل في الصحة الوقائية كويس بيكون نقلل في المشاكل بتاعت الأمراض. إلى ذلك قال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم محمد علي العجب إن المحطات الجوفية الأربع يتم تجهيزها بالكامل، وتشمل البئر والصهريج ومولد كهرباء احتياطي، وتقدر إنتاجيتها مجتمعة ب 12,000 متر مكعب في اليوم. فيما قال المدير العام لشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول إنه من المؤسف أن نفتتح بعد مرور أكثر من 60 عاما من الاستقلال محطة مياه جوفية في العاصمة رغم جريان النيل في كل نواحيها، ومع ذلك نقول هذه خطوة ستليها خطوات أكبر. الشركة السودانية قامت بحفر 4 آبار وهي السلم والبقالة كبابيش والقلاعة و بلال بن رباح، تم حفرها بوسط الشركة وأحضرت معها مضخات، ولكنها المضخات أصغر من الإنتاجية التي تم حفرها، تم استبدالها بوسط الهيئة حتى تناسب الإنتاجية العالية وهي 150 متر مكعب في الساعة. مجموع إنتاجية هذه الآبار مجتمعة إذا توفرت الكهرباء العامة لها تنتج لنا حوالي 12,000 متر مكعب في اليوم. تم استبدال هذه المضخات ووفرتها الشركة التي وفرتها بين مضخات قليلة الإنتاجية بفرق تكلفة 20 مليون، تم تزيدها بواسطة الهيئة من مواردها الذاتية. أول الغيز غطرة نبدأ بده زي ما بقول دي التصبيرة، وإن شاء الله الكبيرة جاية ورا إن شاء الله طالما الناس قاعدة، وما في خيار غير إنه الموضوع ده يتحل حل جذري. أنا صراحة لاحظت المسألة بتاع إصحاح البيئة، نحن ذاتنا في الشركة السودانية نحن جيرانكم هنا في الحلة دي، يعني نحن انتقلنا للخرطوم جنوب وعارفين مكاتبنا في أبراج المعادن. إصحاح البيئة هي بتمشي مع المياه سوا، المياه وإصحاح البيئة، فمشروع هو مشترك دائما. افتتح والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم مراكز العزل بمستشفى أم درمان التعليمي بعد إعادة تأهيلها ضمن مشروع تقوية النظام الصحي لمجابهة جائحة كورونا بالسودان. ويتكون المركز من عدد كبير من أقسام العناية المكثفة والوسيطة ومراكز العزل المجهزة بأحدث المعدات الطبية وأقسام الطوارئ ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتقوية النظام الصحي وتعزيز الاستجابة لجائحة كورونا. وقال والي الخرطوم إن حكومته تعمل على توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن، وإن الصحة تأتي في مقدمة أولويات الحكومة. وحي الوالي مجلس أمناء مستشفى أم درمان الذي ظل يعمل على الدوام مع أجهزة الدولة والولاية لتقديم أفضل الخدمات التي تقدم للمرضى. وأعلن الوالي عن فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر لإعادة تأهيل قسم الطوارئ والإصابات بمستشفى أم درمان بمشاركة الجهات الرسمية والشعبية كافة. مجلس أمناء المستشفى
بيسهم إسهام كبير وبلفت النظر للقضايا اللي بتهم مستشفى أم درمان. أنا أحييهم وأحيي عبر مواطني أم درمان الذين يستحقون كل خدمة خاصة الخدمات الطبية في هذا الظرف اللي بتعيش البلاد ظرف استثنائي. نحن في حكومة ولاية الخرطوم جعلنا من الخدمات حاجتنا الأولى في تدني واضح في كثير جدا من المرافق حقتنا في الصحة العلاجية خلانا نجتهد أكثر في أنه نحسن هذا الوضع. وتحسين هذا الوضع لا تستطيع ولاية الخرطوم بمفردها أن تقوم به، ولذلك نثمن ونقدر الجهد الكبير الذي تبذله معنا وزارة الصحة الاتحادية والمجتمع والأصدقاء والشركاء والمنظمات العالمية والإقليمية والدولية. وفي السياق أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم دعم وزارته لخطط ولاية الخرطوم الرامية لتحسين الخدمات الصحية. نحن نقول دي حملة بقيادة الأخ الوالي خلال الثلاث شهور القالة نجي نشوف مستشفى مدرمان ده بقى شكله تاني، يعني مستشفى مدرمان بقى وضعه أفضل بكثير من الوضع الحالي. نقطة تانية اللي هي واحدة من المحطات الصعبة حقيقة، يعني محي الدين ذكر المشروع بصورته الكلية، فيه أجهزة، فيه كوادر، فيه تدريب، فيه تسيير وتشغيل، وده الجزء الصعب حقيقة. الخدمة الطبية خدمة محتاجة لتمويل، وتمويل مستقر ومستدام ومستمر، يعني ما بتتحمل تتوقف يعني. والتمويل الخدمات الصحية مكلف، ما هو بالشيء السهل يعني. واستبقاء الكوادر اللي بتقوم بالخدمة برضو مسألة ما بالسهل. نحن بنحاول على المستوى الاتحادي نتلمس بعض المشاريع اللي بنسعى من خلالها نؤدي لاستقرار الخدمات الطبية. من جانبي المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمود القائم دعمه لتعزيز الصحة ومحاربة الأوبئة بالسودان من خلال تقوية النظام الصحي المحلي وتدريب الكوادر العاملة في مجال الصحة. حقيقة من قبل سنتين مستشفى مدرمان دي كانت تقريبا واقفة يعني. الحمد لله يمكن برضو عدد من المستشفيات كانت شبه متوقفة في الفترة مع بعد كورونا وأثناء كورونا، وبجهد العاملين في الصحة والسيد الوالي ووزارة الصحة الاتحادية الحمد لله مستشفياتنا بدأت تعمل بطريقة مرضية. نتمنى إن شاء الله أنه الأداء فيها يتحسن. حقيقة الجهد المبذول من وزارة الصحة جهد كبير جدا، يعني إحنا عندنا يعني نهتم بالأول بالرعاية الصحية الأولية، المراكز الصحية المنتشرة على بقاع الولاية في الأرياف أكثر من 240 مركز صحي و53 مستشفى في أرياف ومدن الولاية. شهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة شهدا ختام الجائزة القرآنية الكبرى في دورتها الثالثة والتي نظمها مجمع معاوية البريرة الإسلامي بضاحية بري ناصر برعاية كريمة من الحاج معاوية البرير وحرمه المصون، حيث نال المقرئ الشيخ صالح آدم فضيل الجائزة الأولى من فرع القرآن كاملا قيمتها 2,000,000 جنيه، كما نال شيخ أبو بكر هنو مطر الجائزة الأولى من فرع العشر أجزاء بقيمة 1,000,000 جنيه. وقال وزير الأوقاف إن تعظيم بيوت الله وتعظيم القرآن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، مشيرا إلى أهمية تزكية المجتمع وحثه على قيم القرآن الفاضلة. من ناحيته أثنى والي الخرطوم على دور أسرة البرير في العمل الوطني ومساهمتها في تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بالبلاد، إلى جانب دورها في تشييد المساجد والمجمعات الإسلامية لتبصير الناس وإرشادهم لفعل الخير. العمل الجليل
بعد توفيق الله لهم وفي هذه المنارة التي هي معلم من معالم هذا الحي يشكرون عليه ويثابون عند الله به، فإن تعظيم بيوت الله وتعظيم القرآن من أعظم ما يتغرب به العبد إلى الله جل وعلا. ثم إني أتوجه بالشكر الجزيل للمشايخ في اللجان المختلفة الذين سهروا واجتهدوا، فكانت هذه الثمار التي نحضرها في هذه الأمسية المباركة. هذا القرآن هو الذي يوحد الناس والذي يجمع الناس، فلذلك نحن أحوج ما نكون لنشر تعاليم هذا الدين الحنيف وتعاليم القرآن الكريم، تعاليم القرآن التي نحتاج إليها الآن في بلدنا السودان. القرآن يدعو إلى نبذ العنصرية ونبذ الكراهية، ويدعو إلى التحابب والتصافي والتآخي. وجه المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بإزالة كافة التعديات والمخالفات على شارع الشهيد مطر، وأكد خلال تفقده أعمال الكنس الترابية التي تنفذها إدارة التجميل بالمحلية اهتمامها بالمظهر العام وإزالة كافة أشكال التعديات على الطرق الرئيسة، إضافة إلى إزالة الأتربة وتراكمات النفايات. وطلب أصحاب المحلات التجارية بشارع الشهيد مطر بالإسراع في إزالة العرض الخارجي الذي يعتبر تعديا واضحا على الطريق العام ويتسبب في الازدحام المروري، مؤكدا أن المحلية ستنفذ حملة لإزالة كافة مخالفات العرض الخارجي المتمثلة في مواد البناء والرواكب العشوائية بسكة حديد. أكدت هيئات نظافة محلية كرري مواصلة الحملات اليومية للنظافة ضمن خططها الموضوعة والممثلة في حملة الأربعاء الأسبوعية وحملة السبت ضمن المبادرات المجتمعية، حيث شهدت عدد من الحارات والمناطق السكنية حملات نظافة مكثفة تم من خلالها إزالة المزيد من النفايات والأنقاض من مدينة النيل وجوار مقاهي والحارات 79 و72 بالإسكان والجرافة والمنطقة العسكرية. وأكد مدير هيئة النظافة بالمحلية محلية كرري عزم إدارته مواصلة المزيد من الحملات، وأشار إلى أهمية المبادرات المجتمعية باعتبارها جزءا من العملية المشتركة وتسهم كثيرا في المستوى المشرف لنظافة المحلية، كما شاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين بهيئة نظافة كرري. بدأت إدارة التجميل وإزالة المخالفات بمحلية كرري في تنفيذ خطة وبرامج طموحة لإزالة الأتربة من بداية شارع الوادي من الناحية الجنوبية حتى صينية المنارة، استعدادا لعملية التجميل والطلاء الجذور وطلاء الجذر. وكذا مدير إدارة التجميل وإزالة المخالفات بمحلية كرري إبراهيم إسماعيل أهمية هذه المشروعات في أعمال النظافة والتجميل، مؤكدا استمرار إزالة الظواهر السالبة والتعديات على الطريق العام. وقال إن شارع الوادي سيشهد عملا كبيرا في أعمال التجميل من حيث الزراعة والطلاء بالبويات وإزالة الظواهر السالبة. تفقد المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم مختار عمر صابر مشروعات الخريف بالمحليات، واطمأن على أعمال استعدادات خريف هذا العام بمحلية جبل أولياء وبداية العمل بترقيع وتقوية تروس الكلاكلة بطول 26 كيلومترا بمنطقة القبة والمنورة ومصبات النيل الأبيض. كما وقف صابر على أعمال صيانة ومصارف المياه المراد تنفيذها بشارع صنقعد،
ووجه بتشييد كيلومتر للمصرف بالشراكة مع محلية جبل أولياء، كما وقف على أعمال النظافة بشارع نيلين وبمحلية أم درمان، وقف صابر على أعمال إعادة تأهيل شارع الوادي والتي شملت أعمال وتسوية ونظافة القطاع الأول بودنوباوي الدومة، ووجه باستعجال توريد متبقي مواد الأساس للقطاع، كما وقف على الأعمال الجارية بمصرف الشيخ قريب الله ومصرف شرق استاد المريخ. أكد الخبير الرياضي بروفيسور كمال شداد على أهمية المدارس السنية في تطوير لعبة كرة القدم عالميا، وأشار لدى مخاطبة فعاليات ليالي الرياضة والرياضيين التي تنظمها أكاديمية الجودة الرياضية، أشار إلى الجهود التي بذلت في وضع منهج للمدارس السنية بهدف تطوير كرة القدم وتشجيع المواهب وسط طلاب لاحتراف كرة القدم، مشيدا بما تطلع به مؤسسة الجودة التربوية عبر أكاديمية الجودة الرياضية في بناء وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين في مختلف ضروب الرياضة. من جانب أشاد مدير عام مؤسسة الجودة التعليمية بإسهامات بروفيسور كمال شداد في تطوير الرياضة داخل وخارج السودان، مؤكدا اهتمام المؤسسة بالمناشط التي تسهم في بناء الروح والعقل والجسم لدى الطلاب. يذكر أن ليلة شارك فيها نجم المريخ والمنتخب القومي حامد بريمة والخبير أحمد بابكر والخبير محمد الحسن نجد والحكم الدولي الفاضل أبو شنب والسباحة سارة جاد الله وعدد من الرياضيين. التربوية التعليمية الخاصة أعددنا برامج متعددة لغذاء الروح ولغذاء العقل ولغذاء الجسم. الروح أعددنا لها كثير من الأشياء التي تعزز الروح وتدعمها، القرآن الكريم، دراسات الإسلامية، عددنا لها الفنون، عددنا لها الموسيقى حتى تنال هذا الغذاء من الأجيال. لأن الأول مرة مدرسة الابتدائية تفوز بكأس البطولة على مستوى محلية الخرطوم على مستوى مدارس الأساس، وده بأكد أنه خلال سنة كاملة أدينا نتائج إيجابية. أيضا المرحلة المتوسطة أيضا فازت بكأس البطولة على مستوى محلية الخرطوم، وده بأكد برضو أنه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. أقامت الطريقة الثمانية سجادة خور المطرق بمسيد السجادة بمنطقة أبو ضعينة بالريف الجنوبي لأم درمان حفل الإفطار الجماعي السنوي، وأكد الأمين العام للمبادرة بروفيسور معتصم أحمد الحاج أن المبادرة المجتمعية لأهل التصوف التي أطلقتها سجادة خور المطرق قطعت شوطا بعيدا في الوصول لرؤى واسعة تطرح في مؤتمر قومي بالخرطوم لإنهاء حالة التنازع التي أرهقت البلاد عقودا طويلة. بينما قال الشيخ الطيب الشيخ برير إن المبادرة المجتمعية التي استمعت لمشكلات 13 ولاية وطرحت الحلول تعتبر مبادرة لكل طرق صوفية وللسودانيين، قضيتها الأولى والأخيرة خدمة الإنسان ودعم الاستقرار. وبهذا تكاملت الأخبار من فضائية الخرطوم. أعود وأذكر بما جاء في صدرها من عناوين: وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووالي الخرطوم يفتتحان مشروع آبار السلمة بكلفة تفوق 147 مليون جنيه. افتتاح مراكز العزل بمستشفى أم درمان التعليمي بعد إعادة تأهيلها ضمن مشروع تقوية النظام الصحي لمجابهة كورونا. ختام الجائزة القرآنية الكبرى بمجمع معاوية البرير الإسلامي بالخرطوم في دورتها الثالثة. من فضائية الخرطوم قدمنا الأخبار، شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم وإصغائكم وانتمائكم. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.